تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين فشمل برعايته الكريمة في مبنى القيادة العامة حفل توزيع الأوسمة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمنحها لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير الشؤون الدفاع. وقد جرت مراسم توزيع الأوسمة حيث تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم وسام البحرين من الدرجة الأولى ووسام البحرين من الدرجة الثانية لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. شرفوني أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب الجلالة وتبريكاته للأخوان المكرمين بالذات اليوم بحصولهم على وسام البحرين من الدرجتين الأولى والثانية. كما اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لجلالته على هذا التكريم لكم، وأنتم تستحقون هذا التكريم، حصلتوا عليه عن جدارة وكفاءة، فأهنيكم على هذا الشيء. نتمنى دائما إن شاء الله لإخواننا الباقيين بعد إن شاء الله في هذا المجال إنهم يلحقهم الدور أيضا. اليوم قوة الدفاع ولله الحمد تخطو خطوات كبيرة، وتكريم القادة والمميزين والمستحقين ما هو إلا دليل على الإنجازات الكثيرة اللي تحققها قوة الدفاع، وهذا بفضلكم أنتم أيضاً وأعمالكم، وأنا أيضاً أهنيكم وأشكركم على ما تقومون به، وإن شاء الله بعد إخواننا الباقيين بعد إن شاء الله يلحقهم الدور في هذا المجال. ضباط قوة الدفاع وقادتها أنجزوا الكثير من الأعمال، وأنا بعد ما أبغى أنسى الدور الكبير اللي يقومون فيه ضباطنا وأفرادنا في على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وفي اليمن في جميع الظروف. هم الآن خلوا سنتهم الخامسة، فندعو من الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويوفقهم إن شاء الله. وهذه طبعا باهتماماتهم وأعمالهم استطاعوا أن يحققون الكثير، ولله الحمد سمعتهم اليوم في المنطقة هذه اللي هم يعملون فيها مشهود لهم في أعمالهم الجيدة. كذلك أكرر لكم الشكر والتقدير على متابعة أمور بقية الأمور. إن شاء الله بشركم في قوة الدفاع، إحنا عندنا برامج إن شاء الله ماشيين فيها لرفع قدراتنا القتالية في جميع المجالات تقريبا. أرجو أن الله يوفقنا وياكم أيضا في النجاح في هذه البرامج، مشكورين وموفقين إن شاء الله. حضر الاحتفال اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.